إن وضعنا يجعلنا من الضروري أن نقف وقفة تفكير عميق وموضوع بعين أخرى للعلاج. نظرة مختلفة تضعها ضمن الخارطة العالمية للثقافة. وضع لم يعد يخفى على أحد ضرورة أهمية ما يمكن أن يشكله من إشعاع ستصير مع المدينة لا محالة نقطة استقطاب الوطنيين والدولة. وبالتالي فإننا مدعوون للتفكير في تأهيل المدينة ضمن هذا الأفق. أفق يستثمر الحضور القوي للعلاج في نطاق ما يسمى لدى المهتمين والمختصين الجغرافيا الثقافية وما يتطلب ذلك من عمل ميداني مرافع يجعل من هذا التصور نقطة التلاقي والتركيز العملي لكل المشاريع الممكنة وكل الأطراف المتدخلة حتى تصبح العرائش نقطة جذب واسع للمثقفين والمهتمين والإعلاميين والنخب الجامعية والكتاب والصناعة الثقافية والمدن. ويأتي لقاءنا اليوم وتنظيمنا رفقة مع سيرفانتيس ميتدوال وجمعية فضاء الثقافي بالعائش للذكرى الأولى لرحيل الكاتب العالمي خوان بوتيوسولو تحت شعار خوان بوتيوسولو قنطرة بين الثقافات من داخل هذا التفكير وفي سياق هذا التصور. فلنجعل إذا من هذه الذكرى الأولى محطة مطلقة للاشتغال على ما أصبح للعائش رمزية ثقافية وجعله رافعة وهدفا جماعيا للتنمية البشرية بحس ثقافي وإنساني. تمنياتنا